لك عبادة 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 تعال قطي صورة. نعم ولك انت غليظة شي، هلا وقت الصورة ماك شايفتيني عن المسيح؟ ولك صورة صورة وحدة بس شبك اعتبرها صدقة، ما بدك تصدق نحن هلا برمضان برمضان ورمضان كريم شبك. اقسم بالله ما بتستاهلي، بس يلا عدنا رمضان خلينا اصير احسن منك. لحظة خليني اطلع حالي بالمي وافي. يلا بتسمي افضح كبرتك على المنظر. صارت حلوة يا هون 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 كمان عبادة، وانا بطلع على شباك صورني اما ينتبه على اساس ما ينتبه. لا انت اخذتي وش نظامي، يعني نظامي اخذتي وش. ولك يلا خلصنا بقى، عملت خير وعملته وخلصنا. حسبي الله ونعم الوكيل. واقفي يلا واقفي خلصينا. بس صارت حلوة ولا وحدة كمان. عبادة ايش رايك اطلع ابرك فوق على السقف وتصورني صورة؟ نعم عيد اشوف وين بدك تبركي. خلص خلص ما بدنا منك شيء، ما بدنا منك شيء، صورتنا صورة يعني بيوم من الايام. يلا خلص بعدي بقى الصورة صورتني اياهم كلياتهم بعتهم عندي يلا. ايه ليش لا هلا فورا، اصلا انا ما عندي شغلة غير اصور خدوج وابعتها صورة. قومي قومي مسحي يخرب بيتك من حالك والاسم طالع معي بتساعديني يا ولد. قومي مسحي بس نخلص ندخل جوا وابعتك الصور يلا. ييييي بقى بده يمسح كمان، هلا صورنا ضايفي بس صورة قال. اوف كأنه ما في حدا هون. خدوج تعي 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 سكر الباب وتخلي تعي. وينك امي؟ لك وينكم يا جماعة؟ اوف والله ما في حدا، تعال هون. وين سالبة وداخل انت؟ هاي خلاصة تنظيف السيارة، بعتي صور بقى. قولك خلاصة بقى انتي صورك نخرتينا بدني، ما رح اهرب. لسه هلا دخلنا على البيت كنا مشوبين برا، خلينا ندخل نروي نغسل نتوضى نصلي نشك التليفون على الشحن شوي بشحن شوي ببعتك يا هون. لا تموتي. ماشي خلصت اشوف. ما بدك تخلص يعني؟ خلص صلاة وخلص كل شيء خلص. 2 hours later. ايه وينه بقى هاي الدلاء بقى؟ بده يسكن بالحمام يعني؟ عبادة يلا خلصنا الصور لسه هلا بيجون عندي. بعده الصور يلا. خلص طيب يخرب بيتك لحقتيني لهون، لهون لحقتيني تخلي كمان. ما راح اهرب خلص روحي بس اطلع اعطيك اياهم يخرب بيتك. ولك ماشي طاح طاح. 3 hours later. اه يا حقي شوف الصور اللي تصور هو نشرها، انا صور لسه هلا ما بعتني اياها هون. انا بفرجيك بطيخ اسمعوا لك ولا كلمه وصلني معي لهون. صورك انت بتنشرهم، صوري لسه ما بعتني اياها هون. لك بعتهم ولك اهدي ولك اهدي اهدي. انا مشانك انا مشانك كنت الصور عم بعمل لهم فوتوشوب، قلت حالي بجرب اذا صاروا حلوين بعمل لك صورك كمان فوتوشوب ببعث لك اياها هون. انا مشانك انا ما بدي فوتوشوب، انا ما بدي فوتوشوب. ايش حكيت لك هالشيء؟ انا قلت لك اعمل لي فوتوشوب يا اخي. ما بحب الفوتوشوب انا، ما بطيق ولا الفوتوشوب يا بقى. حلو كثير الطبيعه، انا هيك على حقيقتي ما بحب اعمل فوتوشوب. بعتهم بعتهم بعدين انا بقرر اذا بدي اعمل ولا ما بدي اعمل يا حشره. قولك هذا قد ايه سنه في الطويل ما بدك تقصري يخرب بيتك من حالك يا زلمه. كنت بدي ابعتك اياهم كرمال حكيك هلا بطلت ابعتهم لحتى يخطر على بالي ابعتك اياهم. ايش بدك اعملي؟ ماشي هيك بقى ما بدي الصور خليهم عندك. عمش وين راحت هي؟ ما بطمن النوب ها؟ يلا مرتاح من صوتها احسن. اسمعوا لك اخر انزوج بدك تبعتلي الصور ولا راسك بدي افتحه بالنص. شو مالك ايش في؟ انا كنت عم بمزح معك والله، وانا كمان بدي امزح معك. تعال افرجيك يخرب بيتك كل هالكرمال صور. خذي هالتليفون كله من الاول من الاول كان ضروري تخليني على الصيب. هروب هروب مثل الفيران. بس فرجيني لاشوف شلون بدك تفتح هالتليفون. انا لك وهم مو انا بعرف على كلمه السر. نعمش ليش انا ما قلت لك؟ مو من يومين غيرت شي في تليفوني لانه كنت شاكك في حدا حقير عبر على تليفوني. وبقى تشكي لي اياك شحن حياتي. انا رايح العب بلاي ستيشن وبس ارجع بفكر ابعتك اياهم يا عمري. يا حقير ضحك علي تعال هون. عجد؟ لك بتصدقي؟ أنا كمان صار معي هيك. إيش هالصوت هاي؟ مين عم يضحك هيك؟ والله ما بعرف. لحظة بس خليني أشوف. مين؟ مين إيش في؟ مين عم يضحك هالضحكة هاي؟ ما في غير عمي، أم كرش. 15 مرة تلوبت صوتك ما كانت ترد. ولك أنت عم تفهمي حكي؟ إيش هالضحكة عم تحكي؟ يخرب بيتك من حالك، إذا حدا سمعك إيش دوي عنك؟ اسمعي، انضبي، انضبي بلا ما أفطر عليكي. وصلت الرسالة؟ لا لا وصلت أمي، وصلت واسم إيش كمان سريعة كتيتك هي. خلص روحي أنت، خلص. ولك فتنجي ولك برغي
عم تطقلي بالخيط شو لك انا بفرجيك طول بالك خفت كثير انا انا بفرجيك طول بالك ما بصدق شبطيه بالشنتين جد تحكي جد تحكي ولا عملت لك حساب ابدا ولا كاني حكيت لي شو هاد ايه طبعا بعرف لانه انا كلامي ما بينسمع منوب ولا انت ما بدك بالطلال العادي تعال افرجيك قولي حايلي مين بدك تضربني عندك عندك وين رايحه بركي بارضك لا بدي اضربه بدي اضربه بدي اضربيه انت ما بدك تزوقي بقى انتوا ليش طايرين عم بتطفوا ضوء الغرفه نعمش تليفوني راح يفصل وين شحني موجوده مو كان معك لا ما كان معي لا تتهميني طيب قوم دور لي عليه راح يطفى تليفوني لا ما حزتي دوري لحالك مكرش بعد الافطار بلعك بدي اسحبه اصبر علي شوي الله يكون تركته يا ابن حلال والله هي ابن حلال هلا كنت عم ادور على شحن شو اشحن في تليفوني هات شحنك اشحن فيه لا عن جد ذكيه كثير انت انا احيانا بنصدم من شده ذكائك وانا تليفوني شلون بده يشحن بالله طيب هاتوا بس اشكوا التليفون رح يفصل شو ادور على شاحني يا امي 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 دوري على شحنك تشكي تليفونك دوري تاخذي شاحن غيرك ما في هيك بقى ماشي يا عهده انا بفرجيك على فكره امي لسه ما عرفت مين كسر باب الخزانه هو عم يتسند عليها يعني انا هلا بقدر بصيح امي وبتجي لهون وبحكي لها عم تخوفيني يا ستي قولي لها ما في ايه علينا ايش بك ايش في لا تصخي لي هيك تعي اسمعي امي هذا عباده عباده راح يعطيك الشاحن يا حياه قلبي يا عمري يا كل حياتي امي عن جد نحجبتي خدوج انا لو لا خدوج ما كنت بعرف ايش راح يصير لي تفضلي يا عمري انت هيك هون من الاول كان ضروري اشرح حالك ولكن طايح يحكي ليه جايبتيني من المطبخ لهون هيك كنت بدي اسالك امي ايش عملتي لنا اليوم اكل على الفطار يا حشره يا حشره بدل ما تقومي تساعديني جايبتيني هيك لهون عشان تساليني ايش عملت لك اكل على الفطار هلا اسمحي لي بالشاحن خليني اهرب لوقت ما تفيق من غيبوبه وين بدي اجيب هاي؟ لانه في عندي وحوش بالبيت اذا قمناها بالبراد رح يحسوا لازم ادبر لي محل تاني لا اذا قمناها بالغزينة هون رح يحسوا عليها مباشرة وراهم اول سحابة بتنفتح كتير تاني سحابة بتنفتح كمان بس تالت سحابة ما حدا بقرب عليها منوب وهيك ما حدا بقرب عليها ولا حدا رح يحس عليها نشوف بعد الافطار ساوي سندويش لك انا وين حطيتها والله غريبه موجوده رحت طلعي سحبت مطبخ شعب الطائع بالدواء لازم اشرب بعد الافطار مباشره يلا امي فورا وين بيانو سحابي قالت هاي ما في شيء هاي ما في شيء هاي ما في قولي عارفه شو كره الله اكبر لمين هاي لمين هاي هي العباده اكيد لا انا بدي اخذها ما بدي اخذها الله بيجي ما بدي اياه معصب بس والله بحبها كثير لا 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 ما بدي اخذها اذا اجا وما شافها بعصب كثير ما بدي امي ما رايحه بيت الدواء قتلوني عيون السود يا ليل المال حدود قتلوني على عروس شو قال الله قلبي شو خلاص سرقت مين هالحقير اللي بده يعلم علي يا باطل ما في غيره ام قرش ما في غيره بتشم ريحته على بعد 1 كيلو انا بفرجيكي ايش في الصاير علمت شو قراري كانت باخر صحابي ما حدا بيعرف غيرك اكيد انت اخذتيها مو ولك شبك كل ما ضيعت شغله بتجي لعندي ما انا روح شوف مجهودك تكون هو يا عيب شو عليكي يا خدوج يا عيب شو عليكي عن جد عيب مجهودة ما بيعرف بمحلها لا تسلبي علي ضاعي بحقها اسمعوا لك وقف عندك اذا لسه عم تقدم خطوة وحدة لقدام بصوت واحد بلم عليك كل اهل الحارة ايوا انا ما حدا بمد ايده علي لا شكلك مدموجة كتير بالمسلسلات انتي تعي عندي اضربها
ريت قلب ريت قلب. لحظة شوي لحظة شوي، ايش هالصوت هاد؟ ايدي ايش في؟ ايش بك كمان؟ ليش راحت صواتهم؟ وين راحوا؟ نعمش ما في حدا منهم، وين راحوا؟ يلا احسن خليني اودي العلبة قبل ما يحس عبادة. وين؟ وين رايح يا حلو؟ وين؟ سربرايز يا حلو، مزبوط ولا لا؟ ايش هاي اللي بايدك؟ هي 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 موري. الله يوفقك الله لا يوفقك. ولك العلبه ليش ما اكلتها؟ ليش ما ربطت على العلبه؟ مو انا مو انا، هي خدوج هي خدوج هي اكلتها عطتني اياها لي. والله والله وحياه هدول شايفهم هدول، لا طالع الخمير ولا تطير فيك طول بالك. لك هو اللي ضربك انا ماني على قادر تشتغل تضربيني لي. وبعدين روق روق. انا كثير مروق انا كثير مروق ومسلطين. رمضان يجمعنا.